صبحكم الله بالخير. تذكرون الجزيرة اللي كنا شغالين عليها وقلت لكم بس تخلص راح أصور لكم إياها؟ كان خلصناها، الحين بصوركم تفاصيلها. هي مقسومة إلى أكثر من قسم. قسم هني القاعدة لأن صاير قدام وتكرم الجواتي، فتقدر صاحبة الغرفة تلبس الجواتي هي مرتاحة هني. شوية تخزين يمينها مع رف تقدر تحط كلونياتها أي شيء تبي. بعدين هذا قسم الإكسسوارات والأدراج. القسم العلوي مقسم بهذه الطريقة بأقسام مختلفة، عندنا مربعات، حق الإكسسوارات، سكارفات، الحزم. قسم المستطيل ممكن يكون حق النظارات، ما النظارات مثل ما تشوفون كلها مقسم، قولنا إياها كلها بعد ما صممناها. يبنى المسكات هذه من إيكا، تشوفون كلها منجد من داخل، مخمل وردي وملبس مخمل. ليش؟ لأنه ما بي أقيدها، يعني ممكن تحط فيها أشياء عادي ما تتشمخ، ممكن هم تحط أشياء شوية حساسة فمحتاجة هذا المخمل عشان ما تصير فيها أي نوع من الخدوش. ثمينة، فمثل ما تلاحظون الأدراج تختلف بأعماقها عشان تقدر هي تخزن أشياء مختلفة بأدراج مختلفة. في أشياء محتاجة عمق، في أشياء مو محتاجة عمق، فحرام إن إحنا مثلاً درج الإكسسوارات يكون عمق 20 أو 30 سنتي وهو ما راح يأخذ أكثر من 5 إلى 7 سنتي، كذي إحنا ما نقدر نحط شيء فوقه. فانتبهوا وقت الأدراج حسب احتياجكم تحددون أعماق الأدراج. هذه اليونت إحنا صممناها، وودكس نفذوا لنا إياها كلها بعد ما صممناها. يبنى المسكات هذه من إيكا، تشوفون كلها منجد من داخل، مخمل وردي. التقسيمات تختلف من مربعة إلى مستطيلة حق النظارات أو أي شيء محتاج شيء مستطيل. بعدين هنا عندنا أقسام مختلفة حق الإكسسوارات. طلبت العميلة أن عندها الإكسسوارات هنا. قسم الإكسسوارات اللي شوية أغلى، العميلة خايفة عليه أكثر، فالأدراج مو ما تنفتح بسهولة، فعملنا لها قفل. تشوفون هذا ما ينفتح، قفل عبارة عن كرت من إيكا فتح، تقدر تاخذ اي شيء تبي. كل شيء قدامها تشوفه تعرف مكانه. فهذا قسم الادراج، الدرجين اللي فوق ينقفلون، الادراج اللي تحت ما تنقفل. هذه منطقة جلوس لانها امام منطقة الجواتي وانت بكرامة، فسهل عليها تقعد تغير جواتيها، وهم تخزين زيادة بس. اما السايد الاخير هني فهو قسم التسريحة. المنطقة هذه اللي بالنص عبارة عن تخزين ومراية مثل ما تشوفون، ويمين ويسار أدراج بأعماق مختلفة. لكن هذا الدرج عبارة عن درجين ثابتين مع بعض، نفتحهم نلاقي كل الفتحات معها السشوار وكل الأقسام حق العناية بالشعر. المهم نضيف بلاكات زيادة، هني في بلاك حق هذه المراية اللي قررنا بعدين نضيفها اللي فيها الإضاءة. فهذا مختصر سريع بالجزيرة اللي صممناها احنا ونفذوها وده. طبعا الجزيرة هذه لما جينا صممناها بعد ما اخترنا الكبتات، يعني الكبتات اشياء احنا شارينها جاهز، هذا شيء راح ننفذه. فالتنفيذ عندنا مجال اكثر ان احنا نتحكم بالتشطيبات مالته. هاي كبتات كلها شريناها من إيكيا. المسكات هذه المفضلة عندي. طبعا تقسيمات كلها قسمناها على راحتنا، العالي والواطي والجواتي وكذي. هذه الكبتات هي الكبتات الموجودة أساسا بالشقة. اللي سويته شلت البيبان القديمة، ركبت بيبان MDF. اللي تابعني من زمان يدري إن هذا شيء وايد حب أسويه، سهل يغير المكان منه إلى. نجرته نفس المخمل اللي حاطينه داخل هني، وحطينا له نفس المسكات مالت إيكا. وطبعا انا الحمات الطيبه الحلوه اهديتهم كل الكلينكس بوكس والتشو باسكتس اللي عندهم بالبيت. سويت هذه ورديه تمشي معاها. وين الدستبن؟ شوفوا ماتشينج.